حصلتها مع مندوبيه التربيه، كيف اليوم قمنا بالاحتفال بختم الثلاثيه الاولى مستدعين فيها فني اطارات ومديري فني تربيه بولايه كيف، وكانوا الاولاد فرحانين برشا بالكلام ده في مليجوهم. ونحن الغايه نتاعنا هي تدميج الطفل ذوي الاعاقه مع الطفل السوي، وكانت فرحه كبيره ياسر فني داخل المركز، خاصه التجاوب الكبير من اطارات التربيه اللي كانوا فرحانين برشا بتواجدهم في المركز نتاعنا. وان شاء الله الاتفاقيه دي اتفاقيه الشراكه دي في مع مندوبيه التربيه بكيف تكون صدى لها صدى كبير في المستقبل، وان شاء الله في الحسن الناس. حابين اليوم بمناسبه اختتام الثلاثي الاول لجمعيه القاصرين وقعت مراسلتنا وحبوا منا باش يكونوا النشاط هذا يكون بشراكه مع المندوبيه الجويه للتربيه، استدعينا بعض المربين وبعض التلامذه اللي هنا ادخلوا للفرحه. عملنا العديد من ورشات، ورشات الرسم ورشات البراعه اليدويه، عملنا ورشات نتاع رقص، كانت بالحق فما فرحه كبيره برشا.